بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح الخامس، زكريا 5 من عدد 1. فعدت ورفعت عيني ونظرت، واذ بدرج طائر فقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: اني ارى درجا طائرا طوله 20 ذراع وعرضه 10 أذرع. فقال لي: هذه اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض، لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها، وكل حالف يباد من هناك بحسبها. إني أخرجها، يقول رب الجنود، فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي ذورا، وتبيت في وسط بيته، وتفنيه مع خشبه وحجارته. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي: ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. فقلت: ما هو؟ فقال: هذه هي الإيفة الخارجة. وقال: هذه عينهم في كل الأرض. وإذ بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. فقال: هذه هي الشر. فطرحها إلى وسط الإيفة، وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، وإذ بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما، ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق. فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت للملاك الذي كلمني: إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ فقال لي: لتبني لها بيتا في أرض شنعار، واستهيأ تقر هناك على قاعدتها. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذ بأربع مركات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبل نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها تخرج نحو أرض الجنوب، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض. فقال: اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض، فصرخ علي وكلمني قائلا: هوذا الخارجون إلى أرض الشمال، قد سكنوا روحي في أرض الشمال، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح الثالث والرابع نبوات جميلة جدا عن شخص السيد المسيح، عشان كده بنسمي الإصحاحين دول إصحاحات مسيانية، لأنها بتتكلم عن زمن المسيح، سواء من خلال الغصن او من خلال الحجر اللي عليه نقش، وبهذا النقش اذال اسم الارض، او من خلال الزيتونتين والمنارتين اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، والآية الجميلة: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. وازاي ده بيمثل عمل المسيح في حياتنا من خلال تلك الرموز اللي احنا درسناها المرة اللي فاتت. من اول الاصحاح الخامس يبتدي يكمل لنا الثلاث رؤى اللي بقي لنا. احنا شفنا 5 رؤى شافها زكريا قبل كده، ودلوقتي بنبتدي في الاصحاح الخامس الثلاث رؤى الاخيرة اللي رآها زكريا، ونقدر نشوف مضمونها ومعناها. هي ان ال5 رؤى اللي فاتت لما شفناها، شفنا ان كل واحدة منها كان بتحمل لينا رجاء وتعزية وخبر مفرح جدا، سواء الخيل اللي بتدي تقرير لربنا عن الارض،
او سواء القرون الاربعة اللي وجد امامها صناع اربعة علشان يهدوها، سواء في حبل القياس اللي قام بيقيسه لمدينة اورشليم، او في رؤية اللي شفناها في يهوشع الكاهن العظيم بثيابه المتسخة اللي بينزعوها عنه، او من خلال الزيتونتان والمنارتان اللي شفناهم. كانت كلهم رؤى مفرحة معذية. ربنا بيقول لنا انا اكون سور نار من حول النفس ومجد في وسطها. بيقول لنا لا بالقدرة ولا بالقوة، مش بمجهود الانسان ولا بجهاد الانسان ولا بشطارة الانسان، بل بروحي. من انت ايها الجبل العظيم امام زروبابل تصير سهلا؟ من انت؟ تيجي ايه انت مهما كنت؟ كلها نبوات تحمل الفرح والرجاء، لكن مع هذا الفرح والرجاء الله بيريد ينبهنا لشيء معين. من خلال الثلاث رؤى الأخيرة اللي احنا قريناهم دلوقتي، شاف رؤية كده نقدر نسميها رؤية الدرج الطاير، وبعدين رؤية المرأة اللي موجودة جوه الإيفة، وبعدين رؤية الخيل الأربع مركبات اللي طالعة من بين الجبلين النحاس. دول الثلاث رؤى الأخرانيين، وهتلاقوا ان العامل المشترك ما بين الثلاث رؤى دي كلمة تكررت في كل رؤية، كلمة خرجة. اللعنة خرجت من خلال الدرج الطائر اللي خرج يطير على الأرض كلها. المرأة أيضا خرجت. يقول كده ما هذه الإيفة الخارجة، لما بيسألوا ما هذه الإيفة الخارجة، وفي رؤية المركبات يقول وإذ بأربع مركبات خارجات. فهما الثلاث رؤى دول بيشتركوا في كلمة الخروج، كانوا موجودين في مكان ولكن خرجوا، أعلنوا، أظهروا. والثلاث رؤى دول بيورينا قد ايه ان الله لا يطيق الاثم او الشر او الخطية لا في شعبه ولا في اي من الشعوب، ان ربنا ما بيطيقش الخطية خالص. عشان كده ان كان بيكلمنا عن مخارج العناية الالهية وتدبير الله وترتيب الله للامور، لكن بيقول لنا عشان الواحد يتمتع بان انا اكون سور نار من حوله ومجد في وسطه، لازم ياخد باله من الخطية ومن الشر ومن الاثم، لان الثلاث رؤى دول بيمثلوا دينونة الخطية ايا كانت في شعب الله او في اي شعب من الشعوب. ان الله ما يطيقش ابدا الخطية. عشان كده غضب الله زي ما بولس الرسول بيقول، غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. الله لا يطيق الخطية. كأنه عايز يقول ان كنتوا عايزين تتمتعوا بالعناية وبالرعاية وبوجودي كسور نار من حولكم ومجد في وسطكم، احذروا من الخطية. فتعالوا نشوف اول رؤية من الثلاث رؤى الاخيرة. يقول فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر. عدت ورفعت عيني. الرؤية اللي فاتت كان فيها نايم والملاك صحاه وايقظه، لكن اتعلم الدرس انه لازم يبقى سهران عشان ما تفوتهوش حاجة، عشان يقدر يشوف كل الرؤى. فهو من نفسه هنا يقول فعدت ورفعت عيني. الانسان اللي تعلم الدرس كويس انه ما ينعسش تاني. ان كان ربنا اشفق عليه وصحاه من نعاسه مرة، لكن مش هيفضل نايم على طول وربنا يصحيه. لابد ان النفس بقى من نفسها تستيقظ وتتيقظ من تلقاء نفسها. فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر. درج اللي هو الرول، زي الفرخ ورق طويل
وكانوا بيلفوه. ده كانت الكتابة، لان ما كانش عندهم كتب، فكانوا بيكتبوا على الفرخ ده ويلفوه ويبرموه. لكن هذا الدرج طائر، فقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: اني ارى درجا طائرا طوله 20 ذراع وعرضه 10 اذرع. ولو فاكرين القياسات دي، 20 ذراع وال10 اذرع دي قياسات الرواق بتاعة الهيكل، وهي نفس قياسات خيمة اجتماع. الذراع حوالي 18 بوصة. يعني شوفوا مدى كبر هذا الدرج بطول الهيكل وبطول وبعرض خيمة الاجتماع، كأنه لوحة اعلانات كبيرة طايرة ونازلة من السماء عشان تبقى مكشوفة للكل والكل يشوفها. فقال لي: هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض. لعنة مكشوفة واضحة على وجه كل الارض بدون استثناء، على ارض اسرائيل، على ارض كنعان، على الارض المقدسة، كما على كل اراضي العالم. اللعنة خارجة، لان ملعون كل من يحيا في الخطية ومن يصر على خطيته. ده اللي ربنا عايز يقوله، ان اللعنة دي مكشوفة للكل، لعنة الناموس، لعنة لكل من لا يثبت في كلمة الله وفي وصية الله. اللعنة خارجة على وجه كل الارض، لان كل سارق يباد من هنا بحسبها، بحسب تلك اللعنة او حكم هذه اللعنة، وكل حالف يباد من هناك بحسبها. العجيبة ان ربنا اختار خطيتين قد يكونوا في نظر الناس انهم يعني مش خطية كبيرة، اللي بيسرق واللي بيحلف كده، دي حاجات صغيرة، يعني اخشى اقول انها بتبقى اكلنا اليومي وفي حياتنا اليومية عايشين بيها. ما قالش خطية مثلا زنا، ما قالش خطية قتل، لكن الله ركز تلك اللعنة على هؤلاء، على الذي يسرق. يسرق يعني يأخذ ما ليس له، يأخذ ما ليس حقه، سواء ما يسرق حق الله او حق اخيه الانسان. فوات كثيرة هي الخطية في معناها وفي مجمولها سرقة، ان انا بسرق حق ربنا او بسرق حق اخويا. حتى نظرة الشهوة، نظرة الخطية، ما هي سرقة، بختلس ما ليس لي. حتى لما بقتل هي سرقة، بسرق ما ليس لي، لاني باخد حياة انسان. والعجيبة ان الخطيتين دول يمثلوا اللوح الاولاني واللوح الثاني من الوصايا. اللوح الاولاني: لا تحلف او لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. واللوح الثاني، اللوح الاولاني كان فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة بالله، واللوح الثاني كان فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة ما بين الانسان واخوه الانسان. فهي دي حالة الخطية، هي حالة انسان بيسرق. الانسان اللي عايش في الخطية بعيد عن ربنا هو بيسرق ربنا، لان المفروض يدي وقت لربنا، يدي مشاعر ربنا، يدي عواطف لربنا، يدي حياة مقدسة. افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء ذانية؟ ما هي سرقة، باخذ ما ليس لي، ما ليس حقي. عشان كده في اوقات كتيرة احنا بنسرق ربنا، بنسرق حقه، وهي دي حالة الخطية بصفة عامة، لما باخد حاجة بتاعت ربنا واحولها لحسابي. هي دي بمنتهى البساطة معنى حالة الخطية بصفة عامة للإنسان بيعيشها. والإنسان اللي بيحلف باطلا، إنسان لا يلتزم بكلمته. شوفوا خطورة هذا الموضوع، قد إيه إحنا بننكس عهودنا مع الناس ومع الله. لا نلتزم، قد إيه إحنا إدينا تعهدات أمام ربنا، وقد إيه إحنا وعدنا ناس. ده أنا عايز أقول من الخطورة، إنك لما تدي واحد معاد
وتوعده وبعدين ما تروحش هذا الميعاد، انت عملت غلطة كبيرة جدا. تقول لي ده احنا حياتنا كلها كده. انت لا تقدر قد ايه تعب انت بتعمله في هذا الشخص، انت ما التزمتش بالكلمة بتاعتك. والاخطر من كده ان يكون هذا الحلف زي ما بيكمل في الآية بعد كده، الحالف باسمي زورا، يعني كمان دخل اسم ربنا ايه في الموضوع. وخدوا بالكم ان لحد الان اليهود كان العمل الرئيسي بتاعهم من بعد موضوع التشتت وذهابهم لبابل وتشتتهم في كل انحاء العالم، شغلتهم الرئيسية هي تجارة، يبيعوا ويشتروا، وهم اللي ماسكين اقتصاد العالم من خلال التجارة بتاعتهم. لما اتكرشوا وتعلموا بقى ان هم الارض مش مستقرة معاهم وتشتتوا وجالوا، هم الان بيتحكموا في العالم بواسطة التجارة، هم اللي متمسكين في المركز التجاري بتاع العالم كله. وده اللي اتعلموه واكتسبوه من ساعة ما راحوا بابل وعاشوا في بابل وتشتتوا بين الامم ورجعوا وبعدين تشتتوا تاني. فشغلتهم التجارة، والتجارة علشان زي ما بيقولوا تكسب بتعتمد على حاجتين، السرقة والكذب. السرقة والكذب، انك تعرف ازاي تسرق وتغطي سرقتك بالكذب. ودي كانت متفشية جدا بينهم لما رجعوا من بابل الى اورشليم، طمع. عشان تاخد كتير لازم تسرق، لازم تغش، لازم تكذب في نوعية البضاعة وفي جودتها وفي حاجات كتيرة جدا. وده اللي كان بيستشعره ايضا زكريا النبي لما كلمهم في اول اصحاح انهم محتاجين الى التوبة والى ان هم ينظفوا اعمال ايديهم. ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود. فالخطية دي كانت مستشرية جدا فيهم، والله بيرفض تلك الخطية، فبيقول لعنة خارجة على كل سارق وعلى كل حالف، يباد من هنا ويباد من هناك. عشان كده اللعنات موجودة للإنسان اللي بيسرق حق الله وحق أخوه الإنسان، واللي لا يلتزم بالأمانة تجاه الله وتجاه أخوه الإنسان. كأنه عايز يقول إذا كنتم عايزيني أكون سور نار زي ما وعدتكم من حولكم ومجد في وسطكم، خدوا بالكم أنكم ينبغي أن تنزعوا الشر من وسطكم، تنزعوا الخطية من جواكم، لأن الخطية ستقاد إلى الإبادة. الخطية تؤدي إلى الإبادة. مش ممكن تتمتع بالحماية، بحماية سور النار وبالمجد اللي في الوسط طول ما في خطية، لأن الخطية نهايتها على طول إبادة. يباد من هنا ويباد من هناك، من الأرض المقدسة ومن كل موجود في العالم. الله لا يطيق الخطية سواء في شعبه أو في كل الشعوب. عشان كده قال اللعنة خارجة على وجه كل الأرض، واللعنة دي مكشوفة للكل واضحة للكل ويقدر يقراها الكل. عودة الله إليهم مرتبطة بأن هم يعيشوا حياة الأمانة. إذا كان السارق والحالف كذبا هو إنسان يخون الأمانة، فكم إحنا محتاجين علشان نتمتع بأن ربنا يكون سور نار من حولنا ومجد في وسطنا، إن إحنا نعيش حياة الأمانة، أمانة تجاه الله وأمانة تجاه الآخر. إذا كنت عايز تنجو من اللعنة وتحتني بهذا السور الذي من النار، فلا بد إن إحنا نسلك بأمانة. إدي لربنا وقته كويس، وإدي لربنا حقوقه كويس، وإدي لربنا طاعة حقيقية، وإدي لربنا حياة نقاوة، وإدي لأخوك حقه ما تظلموش، واحترامه وتقديره. اوعى نكون سارقين او حالفين بالكذب. والاخطر من كده ان احنا بنحلف باسم ربنا دور،
كان اليهود معروف ان هم شعب الله المختار، يهوى دعي اسمه على شعبه، فمعاملاتهم مع الناس الاخرين كانت الناس بتثق في الاسم اللي دعي عليهم، لكن للاسف هم استغلوا اسم يهوى في انهم يسلبوا الاخرين او يسرقوا الاخرين. زي اللي بيستغل اي علاقة شكلية ليه بالكنيسة وبالله من اجل انه يسرق، يسرق سرقة معنوية او سرقة روحية او سرقة نفسية او سرقة مادية، يسرق اي حاجة، علاقة، اي شيء، مجد، كرامة، وضع معين، فلوس معينة، كل ده باسم ربنا. مشكلة ان ربنا متضايق ان كل ده باسمي، عشان كده اللعنة معلنة على الكل. اني اخرجها يقول رب الجنود، يخرج اللعنة، هو مخبيها، لكن اذا اصر الشعب على خطيئته يخرج تلك اللعنة. اني اخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسم زورا، وتبيت في وسط بيته. دي مش بس هتخرج من عند ربنا مثلا وتوصل لحد بيت السارق او الحالف، لا، ده هتدخل بيته وتبيت، تسكن معاه. وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته، تفنيه مع خشبه مع حجارته. ان اللعنة دي هتدخل الى اعماقه، مش هتوصل لحد باب بيته، لكن هتدخل وتسكن معاه، تستقر معاه، يصحى معاه وينام معاه، تاكل معاه وتشرب معاه، هتلازمه. تبيت وسط بيته، تلك اللعنة. هو اللي بيسرق واللي بيحلف كذب، بيسرق وبيحلف كذب ليه؟ من اجل ذاته، عايز يبقى آمن، فعايز حاجات كتيرة حتى لو بطريق غير مشروع، عايز يتمتع، ما ده هدفه من السرقة، انه عايز يأمن نفسه ويأمن متعته ويتمتع، عايز حاجات كتيرة ليا. فبيقوله للأسف انك لا حطول المتعة ولا حطول الأمان، لأن اللعنة ستسكن معك، تبيت معك في وسط بيتك. كل اللي انت بتخططه من اجل المتعة ومن اجل الامان بطريق غير امين، يبيت معك تلك اللعنة فتباد. ومش باد انت كانسان، لكن هتبيت كمان بيتك، حتى الحجارة ولو كانت مصنوعة من صوان، وحتى الخشب لو كان مصنوع من البلوط. ما هو الواحد بيسرق ويخبي في بيته عشان يتمتع ويستريح. فهنا الله بيعلن اللعنة على كل شر، واللعنة دي اعلان للكل كدرج مكشوف طائر كبير جدا بكل ابعاده، عشان كل واحد يشوف ويعرف ان الخطية مكروهة جدا لدى الله. وإذا كان الإنسان عايز يتمتع بحماية ربنا، فلا بد ألا يسرق الله ولا يسرق أخوه الإنسان. وأرجو أن يكون معنى السرقة بمعناه المفهوم الواسع العام، مش السرقة بمعناها أخذ حاجة. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. أمر تاني خارج، درج اللي كان خارج اللي فيه اللعنة دلوقتي امر تاني خارج. فهو بص يشوف ايه هو الخارج. فقلت ما هو؟ فقال هذه هي الايفة الخارجة. والايفة دي مكيال للحبوب زي البرميل، يساعة 32 لتر ونص من الغلال، مكيال للغلال او للحبوب بيسموها الايفة، حوالي 7.5 جالون، يعني 32 لتر ونص. فشاف زي جالون نازل، سماها الايفة خارجة.
وقال هذه عينهم في كل الارض. اللي هتشوفه دلوقتي ده شبه ليهم. كلمة عين مش بمعنى العين، عينه يعني شبهه او مثيله. هذه عينهم في كل الارض، يعني اللي هتشوفه دلوقتي ده مثالهم وشبههم. فشاف ايه؟ واذ بوزنة رصاص رفعت. الايفة دي ليها غطا من الرصاص. وزنة الرصاص حوالي 18 رطل، يعني حوالي 5.5 كيلو. الرصاص ده يعني حاجة تقيلة. رفعت اتفتحت عشان يوريه ايه اللي جواها. وكانت امرأة جالسة في وسط الايفة، لقى جواها واحدة ست قاعدة. فقال هذه هي الشر. فطرحها الى وسط الايفة وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورى المنظر ده ان الايفة دي جواها امرأة، وقال له ان المرأة دي هي الايه؟ الشر. هو مش قصده ان المرأة شر، تملي يرمزه للشر بالمرأة. ليه؟ لان المرأة شكلها جميل، يبدو منظرها جميل من الخارج، زي ما الشر في اوقات كتيرة يبدو ان هو جميل ولذيذ وممتع، لكن يحمل خلفه ورارة. عشان كده المرأة تلد اثما، تلد خطية، تلد موت. اجرة الخطية موت. وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا ايضا، من اول اصحاح 17 و18 و19 بيشبه بابل الزانية اللي هي ضد المسيح بامرأة جالسة على وحش قرمزي. كانوا معانا في سفر الرؤيا يعرفوا تفاصيل تلك المرأة الجالسة على الوحش. فهو كشف له الغطا، وراه في الاول، اول ما كشف ان المرأة دي كانت جالسة. جالسة يعني مستقرة. لكن لما رفع الغطا من عليها يقول وطرحها. طرحها يعني ايه؟ رماها، هد الاستقرار بتاعها، دقها، وراح قافل عليها الثقل الرصاص عشان ما تطلعش على فم الايفة على الغطا. نزل الغطا التقيل ده عشان تفضل محبوسه جوه الايه؟ الايفه دهيت، او جوه المكيال دهوت. فطرحها الى وسطها، الى وسط الايفه، وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، واذ بامرأتين خرجتا والريح في اجنحتهما. امرأتين ومعهم سرعة الرياح، ولهما أجنحة كأجنحة اللؤلؤ. اللؤلؤ ده طائر ليه أجنحة طويلة وعريضة جدا، ويطير بسرعة جبارة، وهو طائر رحال، يعني هاجر من مكان لمكان ما بيستقرش. ولما ترجعوا في إلاويين 11 تعرفوا ان اللؤلؤ ده طائر نجس. تعرفين الطيور النجسة والطيور المقدسة الغير نجسة. فكان من ضمن الطيور النجسة طائر اللؤلؤ ده هو. عشان كده بيشبهه ان هو اللي هيحمل ايفة الشر او مكيال الشر. امرأتين على نفس المنظر بتاع المرأة الجوانية، زيها مثالها ولكن ضعفها، يحملوها ويطيروا بيها بأجنحة الرياح، ولها أجنحة كأجنحة اللؤلؤ. فرفعت الإيفة بين السماء، بين الأرض والسماء، بقت معلقة في الهواء، لا طالت السماء ولا طالت الأرض. وخدوا بالكم إن هو ده حال الخطية وحال الشر. في النهاية اللي بيعيش في الشر لا حيطول السماء ولا حيطول الارض، معلق في الهواء. عشان كده لو حبينا ندي تعريف للشر، ايه هو الشر؟ ايه هو الشر وايه هي الخطيه؟ هي عدم ضبط النفس. انسان مش ضابط نفسه هو ده الشر.
سواء في الشهوة، سواء في الغضب، سواء في الانفعال، سواء في الرغبات، سواء في التصرفات. الشر هو عدم ضبط النفس. فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء، فقلت للملاك الذي كلمني: إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ فقال لي: لتبني لها بيتا في أرض شنعار، وإذ تهيأ تقر هناك على قاعدتها. قالوا دي هتتاخد وتطير بعيد عن أرض إسرائيل، عن أرض المدينة المقدسة، وتستقر في شنعار، وهناك تبني لها بيتا. تبني لها بيتا يعني تستقر، تقعد وتقر على قاعدتها، تستقر هناك وما ترجعش مرة تانية للمدينة المقدسة. معنى الرؤية ان ربنا عايز يقول له ان انا خدت الشر، نزعته من الارض المقدسة ووديته بعيد جدا. لو تفتكروا في الاصحاح الثالث في الرؤية بتاعت يهوشع الكاهن، ربنا وعد كده وقال: وانزع اسم تلك الارض، انزع اسم الارض، عشان تبقى ارض منزوعة الخطية، ارض ما فيهاش الخطية. ده ربنا اللي بيوريه لزكريا ان ربنا هياخد الخطية والشر وهينزعها من الارض المقدسة ويرميها بعيد في ارض شنعار، لانه وعد ان الارض دي ينزع منها الاثم، والشر ده يتقفل عليه، كمان مش هيخرج ويرجع تاني، هتقر وتستقر في تلك الارض ولا تعود مرة اخرى للارض المقدسة. كأن ربنا بيقول هنا ان نزع الشر هو عمل الله. الله هو الذي يستطيع ان ينزع الشر من الانسان. لكن ايه هي ارض شنعار دهيت؟ عشان نقدر نعرف ارض شنعار تعالوا نرجع لسفر التكوين، كنا درسناها قبل كده في اصحاح 10. تكوين 10 عدد 10 برضك. طن ونجاة نوح وأولاده ابتدوا يتوزعوا على الأرض ويعاد تعمير الأرض مرة تانية. وكان من ضمن مواليد أولاد نوح واحد اسمه نمرود. ونمرود ده لو في عدد 8 وكوش ولد نمرود. كوش ده ابن حام أحد أولاد نوح. وكوش ولد نمرود الذي ابتدى يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد امام الرب. ده بداية، عارفين يو لما واحد يبقى متمرد كده او يعني مستاهل معاند وصعب يقولوا له انت ايه؟ نمرود. نمرود يعني ضد، معاند. فنمرود ده كان اول شخصية ظهرت ضد الله من بعد الطوفان. كان جبار صيد امام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب. وكان ابتداء مملكته، نمرود ده عمل مملكة سماها ايه؟ بابل. عشان تعرفوا تاريخ بابل، ان بابل من تاريخ نشأتها وهي تعني ضد الله. ومملكته بابل وارك واكد وكان في ارض شنعار. ادي اول ذكر لارض شنعار. ومن تلك الارض خرج اشور، وكان منهم برضك خرج الاشوريين. يبقى نمرود هو اللي اسس بابل اللي ظلت على مر التاريخ تعني ضد الله. وهنا هنشوف في اصحاح 11 في التكوين العدد 1: وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقع في ارض شنعار وسكنوا هناك. وقالوا بعضهم لبعض: نعمل البرج واللبن. وبعدين ربنا راح عمل ايه؟ نزل وبلبل ألسنتهم. يبقى نمرود اللي اسسها، وبعدين هم لما سكنوا فيها لما كتروا كان قرارهم نعمل برج نبنيه رأسه للسماء عشان نتحدى الله ما يقدرش يموتنا بالطوفان. وبعدين تاريخ بقى مملكة بابل
على مر تاريخ شعب اسرائيل وازاي بابل دي ثبت شعب الله وكانت ضد الله، لحد ما نشوف في سفر الرؤيا اخر اصحاح في الكتاب المقدس، اخر سفر في الكتاب المقدس، تظل بابل رمز للشر او ضد الله، انتي كرايست اللي ضد المسيح. فبيقول ان هذا الشر، نرجع تاني لسفر زكريا، هذا الشر اتخذ نزع من الارض والقي في ارض شرعار حيث الدينونة، حيث ضد المسيح، ولا يعود مرة اخرى الى هذا المكان، الى تلك الارض المقدسة. وفي هذا الوقت كانت مملكة بابل على وشك الانهيار، او انهارت فعلا، اسف، لان احنا دلوقتي في زمن ما بعد بابل في مملكة مادي وفارس، ايام كورش واحشاويرش لما اصدروا الامر بالعودة، بعودة المسبيين الى بابل، يرجعوا من بابل الى اورشليم. كانت بابل خربت في هذا الوقت، لكن ظلت ارضهم ارض الخراب رمز لارض الشر التي يستقر فيها الشر، ولكن شر مقيد موجود جوه الايفة ومقفول عليه بثقل الرصاص. العجيبة ان الايفة ده هي اللي هي المكيال بتاع الغلال، ترمز لمكيال الشر. ربنا بيفضل مستني على الانسان لحد ما شره بيملى المكيال، بعد كده يروح ساكت ايه الغضب. عشان كده بنشوف لما كان بيتكلم عن ارض الاموريين امام ابراهيم يقول شرهم ليس كاملا امامي، انا مديهم لسه ايه فرصة. لما يكمل الانسان مكيال الشر بتاعه يمتلئ بمكيال الغضب بعد كده. والعجيبة ان اليهود اللي كانوا شعب الله لما المسيح جه، وفي تجسده وفي احاديثه اللي ذكرها عن الكتبة والفريسيين، قال عليهم الصفتين اللي حذر منهم، ان هم لصوص، جميع الذين اتوا قبلي كانوا سراق وايه ولصوص، وان هم مراؤون، يحلفون باسم الرب ايه باطلا زورا. فاليهود خدوا هذه الخطيتين، عشان كده ايضا هم حملوا الى بابل، الى ارض الشر والى ارض الخراب، الى ارض شنعار. ده اللي ربنا عايز يقوله، ان كل نفس تصر على خطيتها، خدوا بالكم من هذا التعبير، تصر على خطيتها، مش كل نفس اخطأت، لكن كل نفس تصر على خطيتها، لابد ان يكون مصيرها تلك اللعنة الخارجة، فتباد وتحمل الى ارض شنعار لانها ضد المسيح. نفس التي تصر على خطيتها هي ضد المسيح. وبكده ربنا تمم لزكريا تلك الارض التي صارت منزوعة الشر، تاخدت منها الايفة والقيت في ارض شنعار.